أهل السنة والجماعة السلفيون. أقول لكم الأموال ولنا الرجال. الأمر هو صحيح يا أخوان. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ما هو الموقف الصحيح للمسلم تجاه زلات بعض العلماء؟ أولا، ما كل مسلم يدرك زلات العلماء ويعرفها، يعرف المخالفات، مخالفات العلماء واختلافاتهم العلماء. فإذا كان الناظر في اختلافات العلماء من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد فينظر إلى أي قول يستند صاحبه إلى دليل واضح في القضية فيؤيده ويأخذ به ويعتذر للعالم الآخر الذي خالف، لا سيما في العمليات، في العمليات فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والحج والنكاح وغيرها. إذا اختلف العلماء في مسألة من مسائل هذه الأبواب وخالف بعضهم بعضا وكل يدلي بدليل، فطالب العلم ينظر إلى أقوى الأدلة فيأخذ به ويكون مع صاحب القول الصحيح ويعتذر للمخالف إذا كان من أهل العلم والنظر، لأنه لا بد من الاختلاف في مسائل، في المسائل العملية. والمخالف إذا كان من أهل الاجتهاد يعتبر معذورا ولو أخطأ، وله أجر أيضا على اجتهاده، والمصيب له أجران. أما زلات، ما يسمى زلات علماء، وهو بدع المبتدعين، البدع المحدثة في الدين، ويعتذر لهم بأنها زلة عالم أو خطأ عالم لا يؤاخذ، فهذا خطأ، وتبرير الخطأ حرام ولا يجوز. فمن ابتدع بدعة ولو كان يدعي بأنه من أهل العلم فيجب أن تبين البدعة ويرد عليه ويحذر منه حتى لا تنتشر البدعة في الأرض فيحصل فساد، وكفى بمخالفتها للسنة وهدمها للسنة فسادا. نعم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.